يعني ان شاء الله. ثقتي فيك كبيره ايمن، باش تعطيني الصحيحه ديالها ان شاء الله بحول الله. ايمن البلبولي، بدايتك كانت مع النادي الافريقي قبل الانتقال للنجم الرياضي الساحلي، لو تحدثنا عن هذه البدايات وسيناريو انتقالك لليتوال. والله بدايه اكيد بدينا من حومه، بدينا معناها انا اصيل منطقه جبل الاحمر حي زيتين، معناها اللي بديت فيها بديت اللعب وبديت نعرف ايش معناها كره القدم. تعرف انه كنا قبل نلعبوا برشا معناها في الحوام، نلعبوا حتى اللي تورنوا في الحوام. بديت بشوي بشوي بديت نتغرم اكثر. كنت معناها كنت صغير، كنت مريمدي يعني، حتى امي تتقلق في الدبش في الواحد كل يوم معناها نلعب في الكوره. بشوي بشوي بديت انه خويا اقترح عليا انه نمشيو للكلوب افريكان. مشينا معناها انه في اول مرحله مشينا للكلوب، بدا هو الاولاني ومن بعدين خلطت. خاطر توا نحكي لك على التاريخ، لانه نفسه اللي صار في الكلوب سبحان الله صار في النجم الساحلي. بدا خويا من الاول خلطت انا، كنا تقريبا فرد جينيراسيون انا وياه نلعبوا. خو كان في حارس المرمى؟ لا كان لاعب، هو وسط ميدان ولاعب محترم. بون ما وصلش من بعد هذيك حاجه اخرى. شفنا انه في اول تمرين تقريبا انا تقبلت، معناها هو قبلوه بدا قبلي بشهر، لكن في اول تمرين تقبلت وشديت ثنيتي معناها في النادي الافريقي. الحقيقه تكونت عند مدربين ممتازين جدا في حراسه المرمى، كان معناها كان تقدير كبير معناها في مكان حراسه المرمى. تحس حاجه معناها حاجه كبيره معناها في البريود هذيك. فما سي مختار النادي نذكره بالخير معناها، نوجه له تحيه كبيره. كان قايم معناها على الحراس، كان عمري يظهر لي في الاداني ونتدرب دائما عندي حصه مع الاكابر. نتذكر وقتها ليبوك نتاع لسعد الحنيني، ونتذكر عبد الحق وسيرافاين ظهر لي لونترونور. يعني نطلع في يوم الجمعه نتدرب، عندي سيونس نخدمها مع ليكيب سينيور، وانا راني هكا صغير معناها عمري ميني بريمير اني ميني يظهر لي. معناها من الحاجات اللي تشوف انه تركيز كان على حراسه المرمى، كان يعني دائما التركيز مهم ومهم جدا، لانه يعني بوست مهم في كره القدم. هذا هو يعني هذا هو البدايه نتاعي كيفاش بديت. تقريبا خمسة سنوات بديت فيهم، تحصلت فيهم زاد على كؤوس في الاصناف الشابه مع النادي الافريقي. من بعد التقريب في سيف قبل من بعد وقبل سيف. شكون الجيل اللي لعبت معه في النادي الافريقي وكانت البدايات معهم؟ اللي ثم الحقيقه الجيل نتاعي ما وصلوش برشا في البريود هذيك. وسام يحيى كان معناها قريب لي برشا. فماش العديد من اللاعبين من الجينيراسيون هذيك اللي تعديت من ابناء جيلك اللي طلعوا جيلي ستار بعد ايمن البلبولي وسام يحيى؟ تقريبا الحقيقه وي ما فماش حاجه كبيره. فهمت البلبولي من تونس العاصمه السوسة، كيفاش كانت عمليه الاندماج مع احد اكبر النوادي التونسيه والعربيه والافريقيه؟ نحكي عن النجم الساحلي. والله في صيف 1999 كان كونتاكت وانا صغير، ما نعرفش ما عنديش فكره يعني. انا كنت في تربص مع المنتخب في بنزرت، ويعني تقريبا تم كل شيء، وانا وقتها ما عنديش فكره، ما عنديش علم كبير بخروجي. علمت الا من بعد كي روحت من التربص، السيد شريف بلامين الله يرحمه عليه، وقتها حكى معايا لأول مرة وأنا صغير. قلت معناها اللي ما عنديش فكرة، قلت له ما عنديش فكرة على اللي صاير. حطني في الصورة، وضح لي أنه وقتها زاد النادي الأفريقي مطالب أنه باش يجيب فريد شوشان لأنه لاعب ممتاز وفي البريود هذيك. وكان تغيير بيني وبين فريد وفاروق طرابلسي يعني حسب معلوماتي وقت في الوقت هذاك. وصار تنقل نتاعي في الصيف 99.
كيف كيف معناها السبب من الأسباب هو خويا زاد كيف كيف من الإفريقي وقت جاء النجم الساحلي عرفوه أول حاجة تقبل وثاني حاجة هو واحد آخر صاحبه نوجه له تحية العربي يعني تقبله في النجم الساحلي. وفي البريود هذيك أنا كنت معناها بارز يعني في النادي الإفريقي وبارز لأنه دائما في النهائيات كنت يعني عندي دور كبير اني باش ننجموا ان نتحصلوا على التيتر يعني في اصناف الشابه. هذه هي مساهمتي يعني اكيد معناها من بلاصتي في الفريق. عارفوا انه خويا ومن وقتها بدات معناها الاتصالات تكون اكثر وكانت الاجراءات يعني اخذتش برشا وقت الحقيقه وانتقلت للنجم الساحلي. وقت كلموك أيمن سي شريف الله يرحمه باش تمشي من النادي الإفريقي للنجم الساحلي، ما كنتش تحب تبقى في النادي الإفريقي ولا عندك رغبة في راحة باش تخرج؟ والله يشوف هو في الصغر واحد صغير معناها تو نحكيو على 11 سنة ولا 12 سنة قداش عمري البريود هذيك راهو نحكيو ولا أكثر من 22 ولا 23 سنة معناها واحد صغير ما عندوش الأفكار اللي نحكيو عليها تو ما عندوش افكار انه باش يبعد زاد على عائلته فهمت. ما عنديش استئناس بالرغم اني نقرا في ليسي سبورتيف وبارفوا نكون انترن يعني في وقت من الاوقات اني نبات معناها في ليسي سبورتيف ونتدربوا يعني كان عندنا نظام زاد ممتاز الحقيقه في الصغار، لكن التخمام هذاك ما كانش موجود يعني لما تكون في حاله وتكون معناها كلوب انتريسي بيك في عمر هذاك ماهوش بالسهل الحقيقة لأنه يعني حسيت الأهمية اللي حبوا وقتها السيد عثمان جنيح والسي سليم درويش والإله الله محمد رسول الله معناها العديد من المسؤولين اللي كانوا وراء انتدابي يظهر لي معناها كان تنقل ما كان في صيف هذاك 99 ومن هناك بدا المشوار مع النجم الساحلي. وسي رشيد سويد زاد لي نوجه له تحيه ونسلم عليه برشا اللي هو لي من الناس زاد لي كانوا معناها عندهم دور كبير في مجيء النجم الساحلي.